السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد في المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي صفحة 112. إذن عندنا دعم الدرسين 29 و 30. حنا التمرين الأول قالوا لنا تدور الأرض حول نفسها خلال مدة تقدر ب 24 ساعة. إذن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة في 24 ساعة، كيف ما تنعرف بأن 24 ساعة هو يوم كامل بليله ونهاره. معنى إلى بدأت في 7 الصباح، بدأت من هنا نقول هذه هي مثلا، هذه هي الأرض، هذه هي الأرض. إلى بدأت من هنا في 7 الصباح أتبدأ دور دورة كاملة، أتوصل هنا في 7 ديال الصباح اليوم الثاني، لأن 24 ساعة هي يوم كامل. إذا قالوا لنا السؤال أحدد عدد الدورات التي ستدورها الأرض حول نفسها في المدد الزمنية التالية. طبعا عرفوا المدد اللي غدورها الأرض حول نفسها في هاد الأزمنة هذه. أعطونا أسبوع، 15 يوم، شهر، سنة، سنتين. إذا كيف ما أعطونا نعرفوا كل مدة من هاد المدد شحال فيهم من يوم، لأن اليوم فيه دورة كاملة. عرفنا شحال فيها من اليوم، كل يوم بدورة، كل يوم بدورة غنعرف. عندنا أسبوع، إذا أسبوع فيه 7 أيام، إذا 7 أيام غدور فيه 7 دورات، كل يوم بدورة. إذا أسبوع فيه 7 دورات، كل يوم بدورة، هو فيه 7 أيام. عندنا 15 يوما، 15 يوما، إذا غدور 15 دورة، لأن كل يوم بدورة. عندنا شهر، هادشي لأن الشهر كيف ما تنعرفوا بأن كاين شهر بالنسبة للميلادي اللي فيه 30 يوما، وكاين الشهر اللي فيه 31 يوما، ما عدا شهر فبراير مرة يكون فيه 28 مرة 29، ولكن حنا ما نحسبوش فبراير، غنحسبو الشهر، غنحسبو الشهر اللي فيه 30 يوم. إذا الشهر اللي كان فيه 30 يوما شحال دورة غتكون فيه؟ غتكون فيه 30 دورة، لأن الشهر كيف ما قلنا فيه 30 يوم، إذا 30 دورة. عن السنة، السنة فيها 365 يوما، إذا 365 دورة كاملة حول نفسها. إذا في سنتين، سنتين كما قلنا 365 في سنة، غادي نضربوها في جوج ولا غنديرو 365 زائد 365؟ غنديرو جوج حاجات، إما نديرو 365 زائد 365، هادي صحيح، ولا نديرو 365 مضروبة في 2، سواء حسبناها بهاد الطريقة ولا بهاد الطريقة. هنا هي سنة، هي سنتين، هنا خدينا سنة وضربناها جوج مرات، جوج سنوات، بحال بحال. 2 في 15، 2 في 6 12، 1 13، 2 في 3 6 1 7. حتى هنا 5 زائد 15 احتفظوا الواحد، 6 زائد 6 12، 1 13، 3 زائد 3 6 1 7، نحصلوا على نفس النتيجة. إذا سنتان فيها 730 يوما، إذا 730 يوما في سنتين، إذا 730 دورة في سنتين. ماذا يمكن أن تقول على هذا الجدول؟ نقول على هذا الجدول بأنه جدول تناسبي. قولوا لي بأنه جدول تناسبي. تناسب، خدينا الدورة ديال اليوم وحولنا لهاد المدد، هذه جدول تناسبي. إذا عندنا التمرين 2، كنا أحدد العلاقة بين أعداد السطر الثاني والسطر الأول في كل جدول. نعرفوا العلاقة اللي كاينة في السطر الثاني مع السطر الأول ونكملوا الجدول. باش نعرفوا هاد الجدول غادي نعرفوا شنو معامل التناسب اللي كاين هنا، سواء الضرب ولا القسمة.
اولا ملي نشوفوا جدول في هذه الحاله هذه معمرين لينا السطر الاول والسطر الثاني ولا السطر الثاني مع السطر الاول، تناخدوا السطر اللي فيه الاعداد الكبيره بحال هذا، هذا هو فيه الاعداد الكبيره، من غير هذا السطر هذا فيه الاعداد الصغيره، لان 75 35 125 هنا. غادي ناخذ داك الاعداد الكبيره بحال هذا العدد الكبير وغنقسمو على هذا العدد اللي لتحت، ناخذ 75 العدد الكبير، ناخذ الاعداد الكبار ونقسموها على 15. اذا 75 الى قسمنا على 15 غتعطينا 5، 5 في 5 تساوي 20، 1 5 7، اذا عطانا 5. هاي غادي نشوفوها، غادي ناخذ 35 ونقسموها على 7. حنا غيجينا عادي غنقولوا 5 في 7 35، تكون باينه. اذا 35 قسمنا على 7 تعطينا 5، 5 في 7 35. اذا عامل التناسب في هذا الجدول وهو 5، كيف ما شفنا هنا خرجنا 5 هنا 5، اذا عامل التناسب وهو 5 هو عامل التناسب في هذا الجدول هذا. اذا خدينا 125 وقسمنا على 5 تعطينا 25، وإلا خدينا 25 وضربناها في 5، هاي إلا خدينا 25 وضربناها في 5، 5 في 5 25، 5 في 2 10 والإثنان 12، إذا عطاتنا 125. هنا تنديرو القسمة وفي هذا الاتجاه تنديرو الضرب كيف ما داروا لنا هو السهم، بأن تنضرب 25 ضربناها في 5 تعطينا 125، 7 ضربناها في 5 تعطينا 35، 15 إلا ضربناها في 5 تعطينا 75، والعكس صحيح، إلا 75 قسمناها على 5 تعطينا 15، 35 إلا قسمناها على 5 تعطينا 7، و 125 إلا قسمناها على 5 عفوا تعطينا 25. إذن هذا هو عامل التناسب اللي كاين في الجدول. غناخدو الجدول الموالي، غادي نشوفو عاوتاني نفس الطريقة. إذا هنا عندنا هما الأعداد الكبار كيف ما شفنا، غناخدو 69، ولا حنا غادي نديرو طريقة أخرى، غادي ناخدو 7 غادي نضربوها في واحد العدد وتعطينا 21. 7 فاش غادي نضربوها؟ غنضربوها في 3، إذا 7 في 3 21، إذا لقينا 3، هذا هو عامل التناسب. غنشوفوها هنا، إلا خدينا 23 وضربناها في 3، نشوفوها واش تخرجنا 69، 3 في 3 9، 3 في 2 6، إذا 69. إذا عامل التناسب في هذا الجدول وهو 3، لقينا هنا 7 في 3 21، وثلاثة وعشرون في ثلاثة 69. إذن عامل التناسب هو 3. غادي نزيدو نتأكدو، نتوما ما تبقاش تخرجوا حتى تأكدو من الجدول كامل. غادي ناخدو 41، ناخدو 41 ونضربوه في 3 باش نشوفو واش يخرجنا. 3 في 1 3، 3 في 4 12، 123. ناخدو 52 ونضربوها في 3، 3 في 2 6، 3 في 5 15، 156 هاهي كيف ما تنشاهدو هنايا. إذا هذا هو عامل التناسب اللي في هاد الجدول هذا. ضروري في أي عدد في أي جدول تناسبي خصنا نقلبو على عامل التناسب، وهو يكون تيتوالم مع السطر الأول مع السطر الثاني في كل شيء في كل الاتجاهات. إذا غادي نمشيو للتمرين 3، قالوا لنا لإعداد الأكلة المغربية الكسكس لثمانية أشخاص. انتبهوا، قال لك باش نحضروا الكسكس لثمانية أشخاص، ثمانية الأشخاص تحتاج الأم رابحة المواد الأساسية التالية: 2 كيلوغرام من حبوب الكسكس، 1 كيلوغرام من اليقطين،
وخمسين سنتيلتر من الزيت، بالإضافة إلى واحد كيلو جرام وخمسمية جرام، إذا كيلو ونصف. هاد الخمسمية جرام هي نصف كيلو، واحد كيلو وخمسمية جرام من اللحم، ثلاث حبات فلفل حار ومواد أخرى. إذا هنا السؤال، تريد الأم رابحة أن تعرف المقادير التي تحتاجها إذا اضطرت لإعداد هذه الأكلة لعدد كبير من الضيوف. إذا هنا عطتنا المواد اللي غتحتاجها لثمانية أشخاص، لا أقل ولا أكثر، ثمانية أشخاص الفوق، عطاونا المقادير لثمانية أشخاص، ولكن هي بغات تعرف المقادير باش العدد كبير من الضيوف. أتمم الجدول محددا ما تحتاجه الأم رابحة. إذا هنا عطاونا فتصف عدد الأفراد، هنا ثمانية كيف ما قالوها في المسألة، وهنا ستة عشر فرد، وهنا 32 فرد. إذا كيف ما قالوا لنا هنا ثمانية ديال الأفراد، شنو تنحتاجو من لحم ومن كسكس ومن فلفل ومن يقطين ومن زيت، خصنا دابا نحولوها لستة عشر فردا. إذا قلنا واحد الكيلو جرام وخمسمية جرام، تتحتاج هاد اللحم لثمانية أشخاص، شنو هو العامل اللي كاين ما بين ثمانية وستة عشر؟ ثمانية لستة عشر كيف ما تلاحظوا بأنها تنضربوها في اثنان، ثمانية في اثنان ستة عشر، إذا هاد الكمية كاملة كل شيء هاد الشيء غادي نضربوهم في اثنان. بما أن من هاد الجدول هنايا ضربنا في اثنان، إذا حتى المقادير غادي نضربوها في اثنان. إذا عندنا واحد الكيلو جرام وخمسمية جرام غادي نضربوها في اثنان، ولا نديرو لها الزائد، سواء درنا لها الزائد ولا غادي إما ناخدو واحد الكيلو جرام وخمسمية جرام نضربوها في اثنان، أو نديرو واحد الكيلو جرام وخمسمية جرام زائد واحد الكيلو جرام وخمسمية جرام، غتعطينا نفس النتيجة. إذا عندنا جوج صفر صفر، جوج صفر صفر، جوج في خمسة عشرة نحتفظو بالواحد، جوج في واحد جوج، واحد تلاتة. هنا صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، خمسة زائد خمسة عشرة نحتفظو بواحد، واحد زائد واحد جوج، زائد واحد تلاتة. إذا هذه تلاتة آلاف جرام، تلاتة آلاف جرام إذا حنا بغينا نمثلو هاد الكمية هادي، عفوا بغينا نمثلو هاد الكمية في الجدول. كما قالوا لنا عندنا 3000 غرام، خصنا نحفظو الجدول عن ظهر قلب، نقولو الغرام في الجدول اش تيتبعو. إذا نديرو هاد الصفر في الغرام، شنو تيتبع هنا الغرام وشنو تيتبع هنا وفين تجي هاد التلاتة، هاد الصفروات لا علاقة عندنا بيها، غنشوفوهم في الجدول. خصنا ضروري نكونو حافظين الجدول، نحاولو الجدول ما نستعملوش بزاف، نخدموه في الأوراق ولا نحفظوه في دماغنا. غادي نحاول نبقى نديرها معكم هاد المرة من هنا الفوق، نتوما حفظو. غنديرو صفر في الجرام، إذا الصفر غيجي هذا في الديكا، هذا في الجرام، ها هو هذا في الديكاغرام، هنا بلا ما نشوف الجدول، هذا في الهكتوغرام، اذا هذه ثلاثة غتجي في الكيلوغرام. هكا تنحفظوه الجدول عن ظهر قلب في دماغنا. نقولوا الجرام شنو تيجي، الصفر غيجي في الجرام، هذه هذا الصفر هذه غيجي في الديكاغرام، هذا الصفر غيجي في الهكتوغرام، هاد ثلاثة غتجي في الكيلوغرام. ها هي الصفر الاول في الجرام، الصفر في الديكاغرام، الصفر الثالث في الهكتوغرام، اذا ثلاثة غتجي في الكيلوغرام. اذا تتستهلك هاد الام ثلاثة كيلوغرام من اللحم لستة اشخاص. غادي نشوفو كمية الحبوب، اثنان كيلوغرام،
إذن إلا ضربنا اثنان في اثنان هتعطينا 4 كيلوغرام، من هنا 3 كيلوغرام، هنا 4 كيلوغرام من الكسكس. عدد حبات الفلفل 3 في 2 تعطينا 6 فلفلات. هنا كتلة اليقطين 1 كيلو، 1 إلا ضربناه في 2 أعطينا 2 كيلوغرام من اليقطين. هنا كمية الزيت 50 سنتيلتر، غادي نضربوها في 2، غادي نديرو 50 سنتيلتر، غادي نضربوها في 2. هي باينة ولكن أنا بغي، هي باينة بأنها 100 ولكن أنا بغيت ندير معكم العملية باش نتوما تزيدو تأكدو. 2 في 0 0، 2 في 5 100، إذن 100 سنتيلتر بالنسبة ل16 شخص، 100 سنتيلتر. غادي نمشيو لدابا 32 ضيف. إذن هاد الكمية هادي غادي ندوبلوها عاوتاني. شنو هو العامل التناسب كاين ما بين 16 و 2؟ هي الضرب في 2. تاني إلا ضربنا 16 في 2 تعطاني 32. إذن هاد الكمية هادي نفسها غادي نضربوها في 2. 3 الكيلوغرام من اللحم إلا ضربناه في 2 تعطينا 6 كيلوغرام. 4 كيلوغرام من اللحم إلا ضربناه في 2 تعطينا 8 كيلوغرام من اللحم. 6 فلفلات إلا ضربناها في 2 تعطينا 12. و2 كيلوغرام من اليقطين إلا ضربناه في 2 تعطينا 4 كيلوغرام من اليقطين. و100 سنتيلتر إلا ضربناه في 2 تعطينا 200 سنتيلتر من الزيت كيف ما تنشوفوا هنا. نتمنى يكون واضح لكم. إذن عندنا التمرين 4، قلنا أسمي الأشكال الهندسية والمجسمات التالية. هذه المجسمات وهذه الأشكال، الشكل أو المجسم اسمه، هذه كرة عندنا ثلاثية الأبعاد، هذه دائرة لأن ليست ملونة في الوسط، هذا قرص لأن القرص ملموس في الوسط لأن تكون ملون، هذه ما نقدرش نحدد واش كرة ولا قرص، يمكن قرص ولا قرص لأن ملون ولا كرة، نديرو لها كرة ما نقدروش أن تتبان بأنها ثلاثية الأبعاد ولكن ما نقدروش نحدد واش قرص ولا كرة. إذا عندنا تمرين 5، قلنا أتمم بالكلمة المناسبة. عندنا عطاونا هذا الشكل، هذا عطاونا شعاع، دائرة، مركز، قطر، قرص. هذا شعاع لأن تيبدأ من المحيط ديال الدائرة ولا القرص حتى المركز، هذا المركز، إذا هذا سميتو شعاع. هذا مركز الدائرة ولا القرص، المركز دائما هو الوسط، مركز، عفوا مركز. هذا قطر، والقطر هو ضعف الشعاع، هذا هو الشعاع ولكن القطر الضعف ديالو تيكون تياخذ من الجانب حتى الجانب، اما الشعاع تيضرب من الجانب للمركز الوسط، هذا سميتو قطر. عندنا هنا هذه دائرة لأن الدائرة تتحسب غير الجانب، تتكون فارغة من الوسط، هذا دائرة. أما القرص تيكون ملون في الوسط كما تنشوفوا في السهم، قرص. عندنا التمرين 6، أنشئ دائرة مركزها النقطة أو وشعاعها 1 سنتيم كيف ما شفناها الشعاع. إذا في هذه الحالة ناخذ البركار. إذا قالوا لنا هاد الدائرة المركز ديالها النقطة أو، ها المركز كيف ما شفنا، ها هو المركز بحال هاد الدائرة.
والشعاع ديالها واحد السنتيم، هو من هاد النقطة الجانب يكون واحد السنتيم بحال هذا، هذا هو الشعاع كيف ما شفنا سابقا. اذا ناخذ البيكار وغادي نحددو واحد السنتيم في الرأس البيكار، هكا يكون هاد الشوكة وهادي تياخدو او من هنا من هنا كيف ما تتشوفو واحد السنتيم. ها هي حددنا واحد السنتيم. دابا نحاولو ما نحركوش البيكار، غادي ناخدو الشوكة هنا على على المركز ونشدو وندورو القرص باش يعطيونا الشعاع ديالو واحد السنتيم. هو كيف ما شفنا من هادي من هنا لهنا هو واحد السنتيم كما تتشوفوا، درناه في هنا هنا واحد السنتيم. اذا هاد الدائره ديال المركز الشعاع ديالها واحد السنتيم، هذا هو المركز ديال هاد الدائره، المركز ديالها او. اذا عندنا قلنا التمرين 7، قالوا لنا انشئ قرصا مركزه النقطة او وقياس قطره هو 4 سنتيم، ثم ألون 1/4 منه باللون الأحمر و2/4 باللون الأخضر و1/4 منه باللون الأصفر. اذا قلنا ننشئ واحد القرص المركز ديالو هو النقطة او، ناخذ واحد ورقة ديال الوسخ كيف ما هنا نقولوا القرص هذا هو المركز ديالو او، هو هذا هذا هو المركز ديالو او، ولكن وقياس قطره هو 4 سنتيم. القطر القطر كيف ما شفنا هنا سابقا هذا هو القطر، القطر ديالو كله 4 ديال السنتيم. اذا غناخذوا البركار وغادي نحددوا 4 ديال السنتيم. هو كيف ما تنشوفوا 4 ديال السنتيم هي 4. اذا هو القطر ديالو 4 ديال السنتيم، 4 في القطر بحال هكا بحال هذا الشكل، هكا بحال من هنا لهنا الاخر ديال هذا هو القطر، ولكن حنا باش نادا تيخصنا داك 4 نقسموها على جوج باش نلقاو الشعاع. اذا 4 منين نقص، حنا ما بغيناش القطر، القطر ما نعرفوش نرسمو العدد بالقطر، خصنا ناخذ الشعاع. هما قال لنا 4 سنتيم هو القياس القطر ديالها، عفوا انا مرك شويه، خصنا ناخذ الشعاع. اذا 4 سنتيم في القطر ديالو خصنا ناخذ الشعاع، 4 نقسموها على جوج لان كيف ما قلنا القطر هو ضعف الشعاع. ناخذ النصف ديال هذا القطر هو 2 سنتيم هو اللي غنخرجوا به. اذا هنا هو 2 ديال السنتيم بالنسبه للشعاع، من نخرجوا الدائره غنلقاو القطر ديالها 4 سنتيم كما قالوا لنا، ها هو 2 ديال السنتيم 2 سنتيمتر وهذا 2 ديال السنتيمتر. غادي ناخذوه دابا غادي نديرو الشوكة وغادي نديرو القرص
الشعاع ديالو 2 سنتيم ولكن القطر ديالو 4 ديال السنتيمتر. الشعاع ديالو 2 سنتيمتر والقطر ديالو 4 سنتيمتر هو هذا. اذا دابا الى غنشوفوا دابا القطر ديالو واش فيه 4 سنتيمتر. هيا هيا 4 سنتيمتر في القطر ديالو هو هذا. اذا قالوا لنا انشئ قرصا مركزه النقطه او وقياس قطره هو 4 سنتيم، ها هو درناه. ثم الون 1/4 منه باللون الاحمر. اذا دابا هذا فيما يخص الاعداد الكسريه، باش نديرو حنا لونه 1/4 بالاحمر 2/4 خصنا نقسموه على 4 اجزاء متساويه، لان كما قلنا على 1/4 قسموه على 4 ديال اجزاء متساويه. هنا قسمنا على 2 اذا قسموه على 4، هما قالوا لنا 1/4 ماشي 1/2. ها هو قسمناه، هذا هو المركز. اذا اللون 1/4 باللون الاحمر، 1/4 باللون الاحمر. اذا ناخذ 1 من 4، 1 2 3 4، 1 من 4 باللون الاحمر كما قالوا لنا هما. هيا كيف ما شفنا لونه 1/4 باللون الاحمر، و2/4 باللون الاخضر، و2/4 باللون الاخضر. غناخذو 1/2 باللون الاخضر. ما شفنا هنا قالوا لنا في الاول 1/4 لونه باللون الاحمر، 2/4 باللون الاخضر، وقالوا لنا 1/4 منه باللون الاصفر. قالينا 1/4 هذا لونه باللون الاصفر. هي هذه. اذا السؤال قال لنا اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الباقي من القرص دون تلوين، واش كاين عندنا شي جزء باقي بدون تلوين؟ اذا لا، لم يبقى منه شيء. اذا شنو بقى؟ بقى 0/4. اذا لم يبقى منه شيء دون تلوين. اذا لونه بالكامل كيف ما تنشوفوا هنا. الاول عطاونا 1/4 باللون الاحمر، وعطاونا 2/4 باللون الاخضر، و1/4 باللون الاصفر. بهذا الشكل نكونوا لونا هذا القرص بالكامل، لم يبقى له منه شيء. اذا 0/4 هو الجواب الصحيح، لم يبقى منه شيء. تنتمنى هذا الفيديو يكون استفدتوا منه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالكومونتير ديالكم زوينين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.